السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيارت لنعرفكم على هذا الاستثمار الرائد في انتاج البروفايلات نتاع البي في سي. الان اصبح الان التوجهات تاع البناء بصفة عامة وخاصة السكنات و التعبئة تاع النوافذ والابواب في البناء الآن اتجاهات نحو مادة البي في سي، بعد ما مشينا من الخشب إلى الألومنيوم، والآن في استعمال واسع لمادة البي في سي كنجارة منفصلة أون بي في سي. إذن وفي هذا الإطار تم إنشاء مصنع ضخم في ولاية تيارت بشراكة جزائرية تركية لإنتاج البروفايلات البي في سي هذا. إذن نخليكم تتابعون هذا كل تفاصيل هذا الاستثمار الهام في الاقتصاد الوطني، وبدون إطالة نخليكم مع الفيديو والسلام عليكم. بمنطقة صناعية بولاية تيارت يعمل هذا المصنع على إنتاج شتى أنواع صفائح البي في سي المستعملة في تصنيع النوافذ والأبواب بعدما كانت تستورد في السنوات الماضية. دخل هذا المعمل مرحلة الإنتاج الفعلي كاستثمار ناجح يعكس الشراكة الجزائرية التركية، لينجح اليوم في تصنيع 11,000 طن سنوياً وتوظيف أزيد من 100 عامل كقيمة مضافة لأبناء المنطقة. شركة قائمة على شراكة جزائرية تركية، حيث الشركة الجزائرية يقوم بتسيير المصنع بكافة إداريا يعني وتحت إشراف تركي فيما يخص الجانب التقني، جانب تصنيع، جانب تكوين العمال. منتج تاعنا يعني موجه للسوق الوطني في كمرحلة أولية، يغطي السوق الوطني بقدرة إنتاجية 11,000 طن في السنة، وراح إن شاء الله بربي نتوجه للتصدير عبر السوق الإفريقية عبر بوابة دولتين إفريقيتين اللي هي كوت ديفوار وغينيا الإستوائية. مفاوضات جد متقدمة مع هذا الشريكين إن شاء الله. أول مصنع في الجزائر من ناحية الجودة والقدرة الإنتاجية والكفاءة. الآن يتم حوالي إنتاج 11,000 طن سنويا، ونسعى بالمستقبل إلى زيادة الإنتاج إلى 17,000 طن سنويا، وممكن نذهب إلى بعد من ذلك ونذهب إلى التصدير. تلقى هذه الشركة كل تدابير المساعدة والدعم لتشجيعها على التركيز على الإنتاج وترقيته من أجل إعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية بالمنطقة. فيما يخص رفع العراقيل وبالنسبة للمستثمرين، هناك تم استقبال وحول أكثر من 91 مستثمر على مستوى المحلي. الانشغالات تتراوح ما بين التمويل البنكي، الرخص، توسعة النشاطات، توسعة العقارية، تغيير نشاط. هذه من بين هذه المشاريع التي دخلت واستفادت من رخصة استثنائية. المصنع الذي نتواجد فيه بحيث تحصل على رخصة استثنائية في جانفي 22، مما أهله إلى الدخول في مرحلة الإنتاج. المصالح الحكومية في الجزائر والولاية والحكومة المحلية منذ بداية المصنع رافقتنا إلى أن وصلنا أنه قدرنا نبدأ الإنتاج. أولى مراحل عملية الإنتاج تبدأ بجلب بعض المواد الأولية وخلطها تحت درجات حرارية معينة وبمعادلات كيميائية وأنظمة أوتوماتيكية حديثة، لتنتهي بإدخال الخليط إلى هذه الماكينات المتزامنة، والهدف استخراج منتج نهائي مصنع بأياد جزائرية. خريج جامعة جزائرية، عندي شهادة ماستر في الهندسة البتروكيميائية وطرائق المبلمرات. تلقيت تكوين خاص في تركيا العام الماضي على مستوى نفس القسم الموجود في تركيا في شركتكم. نعمل في هذا القسم على استقبال المواد الأولية ومزجها وفق معايير ومقادير المتفق عليها، على درجة حرارة معينة
بعد العملية يروح المواد للخزان اللي عندنا في الخارج، بعدها نقوموا بإمداد الجهة تاع الإنتاج بالمادة الأولية الرئيسية اللي يحتاجوها. بعد عملية التصنيع يتم إرسال عينات من المنتج إلى المختبر ليتم مراقبتها ومراقبة جودتها ونوعيتها بما يوافق المعايير العالمية. تتم هذه المراقبة عن طريق قياس تدرج الألوان والمقاسات بما يوافق دفتر الشروط، ويتم أيضا تعريضها لدرجة حرارة منخفضة ناقص 20 درجة مئوية ودرجة حرارة مرتفعة 100 درجة مئوية. بعد كل هذه المراحل يتم تقييم المنتج، إذا كان متوافقا مع المعايير العالمية يوجه للمرحلة النهائية التغليف، ثم يوجه إلى الزبون مباشرة، وإذا كان غير موافق للمعايير العالمية يوجه لمصنع. قطعت الدولة الجزائرية بالمساعدات اللي قدمتها في قانون الاستثمار وكل شيء، يعني يشجع المستثمرين على أنه يزيدوا في الجانب الصناعي. راح ندخل في التوسعة اللي احنا طلبناها من مديرية الصناعة إن شاء الله، بمجرد دخول التوسعة حيز الخدمة إن شاء الله راح نتوجه مباشرة إلى زيادة قدرة إنتاجية وتوجيهها إلى السوق الإفريقي إن شاء الله. طموحنا هو نحقق الاكتفاء الذاتي في الجزائر ونقضي على الاستيراد ونعتمد على المنتج الوطني، والهدف إن شاء الله في المستقبل هو بداية التصدير من الجزائر إلى دول العالم. مثل هذه المصانع ذات القدرة العالية على الإنتاج واستحداث مناصب الشغل تلقى اليوم دعما حقيقيا من طرف الدولة الجزائرية لإعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار المنتج لخلق اقتصاد قوي ومتنوع.